الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، صباح مشرق، غد أفضل إن شاء الله. ضمن هذا الملف إعداد القومية الموحدة لافتراض نسبة السيطرة أقل من 100%. يعني هذا أن هناك بعض مساهمي الدفعة لم يتنازلوا عن حصتهم في رأس مال شركتهم، لذلك يتم الاحتفاظ لهم في حساب يطلق عليه حول الملكية ضمن الزمان لصافي حقوقهم في الشركة بتاعهم. في حال القبض نسبة أكبر من 50% وأقل من 100% من أسهم التبع، يطلق على القيادة بهذه الحالة سيطرة غير كاملة، ويترتب على ذلك ظهور حقوق أقلية وهي جزء من حقوق ملكية التبع لا تسيطر عليه الشركة الأم، وتعتبر من حسابات التزامات، ولتمثل حق مساهمي الشركة التابعة الذين لم يتنازلوا عن حصتهم للشركة القابضة، وتمثل قيد التسوية لمنع الزواج في مال. ما الفرق بين السيطرة الكاملة والسيطرة غير الكاملة؟ في السيطرة غير الكاملة هناك حساب لحقوق الأقلية الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم، وبالتالي عند إقفال حساب إثمار حقوق الأقلية حقوق الملكية كل ملكية الشركة التابعة دائما يقفل الأماكين من حقوق الملكية، سواء كان نص المال لاحتياطيات أرباع محتجزة مرحلة كيفما يكون، إلى حساب الاستثمارات وهو يمثل سيطرة غير كاملة، وبالتالي باقي السيطرة تحتجز ضمن حساب حقوق الأقلية إلى وحساب نسبة الزمان. لو الفرق متين أكيد شهرة مجابة أصول يطلق عليه شهرة المحل، ولو الفرق داين شهرة سالبة خصوم يطلق عليها احتياط رأس مال. لتوضيح نتناول هذا المثال. في 1/1/2018 قامت الشركة سين بشراء 90% من الأسهم العادية للشركة ص، وبالتالي هناك 10% حقوق أقلية مقابل إصدار الشركة القابضة سين 12,000 سهم بمبلغ 130,000 جنيه، علما بأن القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه. ومن هنا نلاحظ أن ثمن الشراء 130 أو القيمة الإسمية 120، وبالتالي هناك علاوة الإصدار 10,000 كما سبق توضيحها. والمطلوب إعداد الميزانية المجمعة إذا علمت إن ميزانية شركتين قد الحياة كارير كمال، أدي سين وأدي صاد، وهي نفسه المثال السابق لتوضيح ما الفرق بين السيطرة الكاملة والسيطرة غير. بالنسبة للشراء هناك علاوة إصدار لأن الشراء بإصدار أسهم أكبر من حقوق الأقلية وحقوق الملكية الشركة بتاعته، فمن حساب الاستثمارات التابعة صاد ويمثل 90% ب 130,000 إلى رأس مال الأسهم العادية 12,000 سهم دائما أبدا في القيمة الإسمية 10 جنيه 120,000. فرق بين ثمن الشراء والقيمة الإسمية يمثل علاوة إصدار 10,000. يتم تعديل ميزانية الشركة الطاقة. سيضع حساب الاستثمارات ضمن ميزانية الشركة القابضة في جانب الأصول ب 130,000 مقابل رأس المال يزيد ب 120,000 زائد 250 أصبح 72، وظهور حساب جديد يطلق عليه علاوة الإصدار ب 10,000 ضمن الأصول. قبل أن تنتقل عن الطالب نصيحة أخيرة، التأكد إجمالي الأصول في الميزان المعدلة هو نفسه إجمالي الخصوم، إذا خطوات إجابتك سليمة. بعد الميزانية المعدلة لابد من إعداد قيد تسوية لإعداد الميزانية المجمعة. نقفل حسابات حقوق الملكية التابعة مع حساب الاستثمارات الذي يمثل 90% والاحتفاظ لحقوق الأقلية بحقه 10% المتبقية. فمن حساب رأس مال التابعة كما في التمرين 120 بالاحتياط 30 يبقى حقوق ملكية التابعة 150، إلى الاستثمارات ثمن الشراء 130,000 وتمثل 90% من حقوق ملكية التابعة، إلى حقوق الأقلية 10% حق الأصحاب الملكية الذين لم يتنازلوا عن حصتهم في حقوق الملكية التابعة. ف 120 زائد 30 دي حقوق ملكية التابعة،
في نسبة الأقلية 10%، فأصبح نصيبه في حقوق الملكية 15,000. حقوق الملكية في المدينة ب 150، باستثمارات 90% ب 130,000، حقوق الأقلية 10% ب 15، حقوق الملكية 150، الداين 90 وال 10% 145، في فرق تحت 5,000 إلى احتياطي رأس مالي. وغني عن التعريف أن الفرق لو كان في المدين كان يصبح شهرة مجابة أصول. بعد إعداد كل التسوية أصبح الموضوع في غايته، حيث إعداد ورقة العمل مع أخذ جميع الاحتياطيات ورقة. فبالنسبة في الأصول يترك سطرين، وبالنسبة للأصول قبل إجماع الأصول يترك سطرين لأي حسابات جديدة بدلا من الشرط والنفس. بعد ذلك يتم نقل القبضة سين المعدلة، والتي كنت بتعديلها في الخطوة الثانية، ثم تنقل التبعثات للتمويل والتحقق أن عملية النقل سليمة. يعني التأكد أن إجمال الأصول يساوي إجمال الأصول سواء في الشركة سين أو الشركة صاد، حتى لا يحدث خطأ في النقل يترتب عليه أخطاء متعددة. ثم يتم ترحيل قيد التسوية، وقيد التسوية من رأس المال التابع 120 من الاحتياطي 30 وهي باللون الأخضر، إلى الاستثمارات 90% 130 إلى حول أقلية 10% حساب جديد يتم فتحه في سطر فاضي 115,000، إلى الاحتياطي رأس مالي نتيجة الفرق بين الأخضر والأحمر 120 30 150، الأحمر 130 و 15 145، في فرق 5,000 تحت احتياط رأس مالي شهرة سالبة ضمن الخصوم. ثم يتم الجمع كالمعتاد، أصول ثابتة، جمع عادي، مخزون جمع عادي، الاستثمارات تصفر لأنها تم إلغاء، النقدية جمع عادي، مال الأصول الميزانية المجمعة 210 140 و 300 650، رأس المال يؤخذ 370,000 القبضة لأن التبعة تم إلغاء رأس مالها، علاوة الإصدار حساب كبير الاحتياط يؤخذ القبضة 120,000 لأن التابع تم إلغائه في قيد التسوية، التزامات تجمع عادي، ظهر حقوق الأقلية 10% ضمن الخصوم، صار حساب الشهرة السالبة الاحتياط الرأس مال 5,000، إجمالي الأصول تساوي إجمالي الخصوم، إذن أنت إجابتك سليمة. الخطوة هي إعداد الميزانية المجمعة كما تعودنا، مجرد عملتنا، ولكن أن يتم النقد بحرفية محاسبية، لأن حساب الاستثمارات صفر تم إلغاءه، فليس من اللائق إظهاره في الميزانية المجمعة. شكرا عزيزي.